موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني 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 الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبي أو يبي نستقي من الردى ولن نكون للعدى كالعبيد كالعبيد لا نريد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد لا نريد بل نعيش مجدنا التالي مجدنا التالي أكيد شبابنا طالعين هالتظاهرة حقيقة للمطالبة بحقوقهم المشروعة والحقيقية، وإحنا تظاهرنا من يوم 25/10 ما ظهرتنا سلمية والحمد لله، ونطالب السيد رئيس الجمهورية واللي هي أكو مادة بالدستور أنه يحل الدستور يحل مجلس البرلمان ومجلس الوزراء ويدعو الى حكومه انقاذ وطنيه حقيقيه لانقاذ هاي الشباب من المرحله اللي بنمرها صعبه كلش. الفعاليات السلميه وكل شيء متوفر لشبابنا واي مشاكل ماكو والحمد لله، واحنا نتمنى تستمر بهالشكل هذا وان شاء الله نستمر بهذا الشكل. البلد كون لي حكمه طاهر وايده نظيفه البلد عبارة عن فراغ دستوري ويصبح فوضى، ولكن تغيير الحكومة أو تغيير رئاسة الوزراء والكابينة الوزارية فهي مطلب جماعي. تعاون 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 هذه الله يوفقك. السلام في الأحلام وفي الأسنان.
هذا الجيل اللي صنع الثورة اللي نعيشها أيامه هو جيل مثقف، جيل واعي، والوعي هو اللي قاد لهذه الثورة، قاد لأن ينتفض حتى يغير من نمط حياته اللي مملوء، ملئته هاي الأحزاب بالفساد وملئته بالإرهاب وبالدم وبالقتل. والثقافة جزء مهم، مسار مهم من مسارات الثورة. اليوم احنا نشهد ثورة اجتماعية، مجتمع ينقلب من حال إلى حال، وبالتأكيد الكتاب يكون جزء مهم من هذه الثورة، لأن بالكتاب أيضا نرفع من وعي هذه الشباب. نريد نثبت بأنه احنا مو انتفاضة فوضوية، وإنما هي ثورة واعية تريد تغيير الحال والواقع إلى الأفضل، تريد تحارب الفساد، تريد تحارب الجهل، تريد تحارب التخلف، تريد تصنع غد أفضل لأبناء العراق. أولاً دعني أسلم على هذه الجموع الثائرة، هذا الشباب الذي وضع دمه على راحة يده بسلام الجواهري، وأقول سلام على جاعلين الحتوف جسراً إلى الموكب العابر، وليس على مدع خانع مقيم على ذله صابر، يخب ويعلم أن الطريق لابد مفض إلى آخر. نعم، هذه ثورة حقيقية، انتفاضة الشباب، وهذه جاءت نتيجة تراكم سنين القهر والدمار الذي عانى منه الشباب بشكل خاص والشعب العراقي بشكل عام، نتيجة تسلط هذه الأحزاب الإسلامية أو الإسلاموية التي تحكمت وجثمت على صدر العراق منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة. الشباب كسر التابو، كسر الخوف، انطلق الآن لا يحده حد ولا يحجزه حاجز، سيلقنهم درسا لن ينسوه أبدا. نعم، سيكتب التاريخ عنهم. هذه أول ثورة حقيقية في التاريخ المعاصر في العراق، أنت ترى هذه الجموع الهادرة التي وحدها الوطن، وحدها شعار كنس هؤلاء وليس إصلاح. سابقا يطلبون إصلاح العملية السياسية، أما الآن لا إصلاح، لأن هل تتوقع من تموز مطر؟ فلا نتوقع من الفاسد أن يكون مصلحا، فساده استمر هذه الفترة الطويلة. الآن النجف تساند التحرير، ساحة التحرير، وتساند المحافظات الجنوبية الثائرة، ولنكن أكثر واقعية، الذي ثارت هي المنطقة الشيعية وضد الحكم الشيعي الذي تسلط باسم الدين، وهذه الشعارات باسم الدين باقون الحرامية. البارحة أنا أسمع شعار وهتاف إلى الشباب الثائر، إحنا أهل النفط، باوع، إحنا أهل النفط، ما عدنا شغل، إحنا أهل النفط هيجي وماكو شغل بهالمعنى هذا. هذا لما يقول إحنا أهل النفط وما عدنا شغل، إحنا أهل النفط وما عدنا فلوس، إحنا أهل النفط وهاي الثروة الهائلة. فأني أرى أن القضاء طبعا راح يكون نهر من دم، لأن هذول فسقة ما عندهم مانع أن يقتلون الشباب بهذا الدم البارد. واللي شاهدنا هاي ثورة تشرين وصل عدد الشهداء 250 شهيد وعدد جرحى أكثر من 11,000، معناها حرب. أردوغان دخوله إلى شمال سوريا ما وصلوا 11 قتيل، أما 250 شهيد في انتفاضة جماهيرية مطلبية يطالب بحقه. ما عندنا ألف دينار يطلع شاب بجيبه ما يعرف يشتري صمون، يعرف يشتري غذاء دواء بي. فأنا أرى أن التاريخ سيكتب عن هذه الانتفاضة بحروف من ذهب، وسيذهبون هؤلاء إلى مزبلة التاريخ. أنا ماذا أصف بعد هذا؟ أقول وللحرية الحمراء باب مضرجة، بكل يد مضرجة تدق، ستدق هذه الثورة باب هؤلاء، إن كانت لديهم باب وإن كان لديهم شرف. هؤلاء جاءوا هم حثالة، جاءوا قطاع طرق، شذاذ آفاق،
جاءوا من زوايا مختلفة من دول العالم التي كانوا يعيشون بها على فتات الموائد. أجمل وصف وصفه عن هؤلاء هو محمد حسنين هيكل المرحوم، قال أنهم سيطروا على بنك العراق، هو بنك مليء بالأموال، سيطر عليه مجموعة من اللصوص والسراق. نعم، أنا أرى أن الأيام قادمة وأن التغيير قادم، وإننا سنحكم أنفسنا بأنفسنا ونبعد هؤلاء عن هذه الساحة التي عاثوا بها فساد ساحة العراق. فليحيا هذا الشباب الثائر، هذه الجموع الهادرة، وإن شاء الله نلتقي على الخير والبركة، وهؤلاء مزاحون عن العراق. حملات تنظيفية على مدى 24 ساعة، عندنا شباب مقسمين يتعب الصبح يجي مكانه مثلا شاب العصر وهكذا على مدى 24 ساعة تنظيف المكان ساحات التظاهر، لأن أصلا هي هاي المدينة مدينتنا. من الملاحظ جدا أن اعتصامات النجف بدأت تأخذ منحى آخر، نجد المواكب تزداد وخيم الاعتصام تزداد وبكثرة. الطريقة طريقة الأداء المنبر الحسيني بقصائد القعدية نسمعها بشدة، تتكاثر يوم بعد آخر. هذه الطريقة التي تهز عروش الظالمين، يتم من خلال هذه الطريقة طريقة القعدية النجفية بإرسال رسائل قوية جدا بطريقة الردة والهتافات المباشرة. تعاون كبير جدا ما بين المجتمع، كل أطياف المجتمع النجفي شارك في تظاهرات تشرين، الإصرار متواجد، صبر وعزيمة قوية جدا إلى تحقيق المطالب على أساس على رؤساء القرار في العراق أن ينتبهوا جدا أن 1 أكتوبر 2019 علامة فارقة في تاريخ العراق. الحكومة الانتقالية شلون لحد الأشخاص؟ شيء خطر جدا، ممكن الأحزاب يرجعون، ممكن ما يجون أشخاص جديد، شلون اختارهم؟ نقطة أخرى، إحنا نريد تعديل دستور، زين تعديل دستور، 3 محافظات سدارهم ما يتعدد، والمحافظات الغربية والإقليم ما مشاركوا يعني، شلون نضمن المفروض؟ الشواري
جداً.